سؤال كمان في قصة عملية الترشيح. عملية الترشيح بتتم في محفظة بومن، تمام، بتتم في محفظة بومن، وعملية إعادة الامتصاص بتتم في أنبوبة النفرون اللي خلاص اللي انتوا شايفينها دي القريبة، الأنبوبة الملتفة القريبة، ودي ثنية هنل، ودي الأنبوبة الملتفة البعيدة. كل دول أنبوبة النفرون. عملية الترشيح تمت كالآتي: إن فرع من الشريان الكلوي بيدي فرع وارد بيعمل لنا ترشيح، خلاص بيبدأ يطلع منه فرع صادر عايز يصلح الغلطة اللي تمت ويعيد الامتصاص ويرجع يلف حوالين ال أنبوبة النفرون ويقول لها رجعي لي اللي أنت خدتيه، فيرجعوا له من هنا ومن هنا ومن هنا، عملية إعادة الامتصاص. طيب عملية الترشيح دي، بصوا عشان في جملتين لو جم هيلخبطوكم. الجملة الأولى: يتم ترشيح كل مكونات بلازما الدم ما عدا، هنقول نقطة واحدة، إجابة واحدة. طب لو قال لي يتم ترشيح كل مكونات الدم ما عدا، هيبقى هنا قدامي إجابتين، خلاص، واحد اتنين. لو قال يتم ترشيح كل مكونات البلازما بتاعت الدم، البلازما ما عدا حاجة واحدة اللي ما ترشحتش فيها، هي البروتين، ما عدا البروتين، يبقى البلازما كلها نزل منها حاجات ما عدا مين، ما نزلش البروتين. أما لو قال يتم ترشيح كل مكونات الدم ما عدا، هقول له البروتين وحط خلايا الدم، عشان في بعض المدرسين نفسهم بيجي السؤال كده: يتم ترشيح كل مكونات بلازما الدم، ويقول البروتين وخلايا الدم. يا ابني خلايا الدم دي مش من ضمن البلازما، الدم يتكون من بلازما وخلايا دم، فازاي حضرتك اصلا كحد كبير وبتشرح احياء وتيجي تقول جمله زي دي لطالب؟ ده انت كده بتوديه في داهيه. السؤال ده لو جه تلبس فيه يتم ترشيح كل مكونات بلازما الدم، هتقول ما عدا البروتين بس. لكن لو قال لك صيغه السؤال بصيغه اخرى: يتم ترشيح كل مكونات الدم، فحضرتك هتقول ما عدا البروتين وخلايا الدم. حضرتك بتقول للطالب لو كتبت خلايا الدم هنا يتم ترشيح كل مكونات بلازما الدم ما عدا البروتين وخلايا الدم، يعني انت كده شملت ان بلازما الدم تحتوي على خلايا الدم. خلايا الدم دي بتعوم في البلازما، اذا الدم بيتكون من خلايا الدم والبلازما. يعني ركزوا في الكلام يا جماعه المكتوب في الكتب، بس ركزوا بس في كلام كتاب مدرسه والكتب الخارجيه كاتباه، هو كلام مكتوب، بس عدم تركيزك في الكلام ممكن يخليك تقول اجابات غير منطقيه في اسئله بطريقه غير منطقيه. لما اتفاجئ ان في طلبه لما شرحت لهم كده وبعت لي فيديو ان مدرس مشهور على النت ويجي يقول جمله زي ما عدا البروتين وخلايا الدم، لا يا جماعه ما تقروش الكتب بالراحه، اقروا الكتب قبل ما تقولوا معلومه للطلبه او تحللوا لهم اسئله بطريقه غلط، اقروا الكلام، ارجعوا للكتاب هتلاقوه مكتوب كده بالنص، هتلاقوا الكلام مكتوب مضمون وكده. فما تقولوش يعني حتى بلازما الدم ازاي في خلايا دم، يعني دي مصيبه بصراحه. يعني ربنا معاكم، ربنا معاكم في مستوى الهبد العلمي في علم الهبدولوجي اللي منتشر دلوقتي، ربنا معاك يا شباب، جود لك، ربنا يعينكم. سلام سلام سلام.